ملعب نادي صلاح الدين الرياضي، هذا الصرح الذي طالما احتضن الرياضيين من محافظات العراق جميعا ليثيروا البهجة والسعادة من خلال المنافسات الرياضية التي كانت تجري فيه، أصبح اليوم ملعبا خربا تؤكده أول نظرة تقع عليه. أولا ترحيبنا العالي بكادر فضائية صلاح الدين لزيارة ملعب تكريت، ونتمنى أن زيارات متعددة لتغطية الأنشطة الرياضية في نادي صلاح الدين ومحافظ صلاح الدين. حقيقة بالنسبة للملعب الرياضي، بعد عودتنا من الهجرة إلى مدينة تكريت وتحريرها لقينا صعوبة جدا بإداء التمارين الرياضية داخل الملعب لأسباب عديدة، منها أولا تعرض إلى قصف لمنشآت الملعب وتدميره من قبل الدواعش، وايضا اي جانب اداري داخل الملعب لا يوجد، حتى جميع التجهيزات الرياضيه تم سرقتها من قبل الدواعش. بعد عودتنا واعاده الروح الرياضه الى مدينه تكريت وتشكيل الفرق واعادتها، الحمد لله وشكر يعني بنهايه الشهر ال11 تم اعاده فريق كره القدم والمشاركه ببطوله الدوري وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. يعني نطالب مجلس المحافظه المسؤولين القائمين على هذا الملعب اللي يعني انجب اللاعب كثير من اللاعبين العراقيين، ملعب يرثى لهم. نطالب يعني سيد المحافظ سيد احمد عبد الله عبيد اعضاء مجلس المحافظه يعني يجون يعني ياخذون بنظر الاعتبار هذا الملعب اللي قلت لك اللي خدم الرياضه، وخصوصا هسه الملعب يعني المحك الوحيد للرياضه في محافظه صلاح الدين، يعني خصوصا بغض النظر عن الكلام يعني استاذ عارف الانسان الوحيد اللي هو المتابع هذا الملعب الرياضي، بس يعني امكانيته محدوده، لا يعني ما يقدر يقدم الامكانيات اللي ترى الملعب طبعا غير صالح للعب وارضيته منتهيه. يعني مثل ما قلت لك نطالب اعضاء المجلس واعضاء المحافظه والمسؤولين عن هذا ان ياخذون يعني يصلحون هذا الملعب اللي هو المتنفس الوحيد للرياضيين في المحافظه. برغم حاله الدمار يسعى الرياضيون في المحافظه الى اعاده الحياه اليه، فها هو اليوم يحتضن تجمعا لرياضيين الفئات العمريه ليؤكدوا من خلاله على الامل الذي يشع من قلوبهم من اجل عوده المنافسات الرياضيه الى ملعب صلاح الدين الرياضي. بداية كلامي أحب أن أشكر هاي الفضائية اللي قدمت كل ما يدور في محافظة صلاح الدين وهي فضائية صلاح الدين. بالبداية يعني أحب أن أوضح لها يعني الوحدات التدريبية مع الملعب، هسه مثل ما شاهدتوا أخذنا زاوية قليلة من تمارين للفئات العمرية الناشئين، وعندنا الشباب كذلك يعني أهم عندنا وحدات لهم تمرين مع قيادة الكابتن أركان وكابتن ثائر علي. حقيقة يعني هاي منظر مو منظر ملعب، يعني أنا ذكرني بهواية أمور هاي يعني بالأهوار، تذكرني يعني هذا المنظر منظر مو رياضي حقيقة. يعني احنا تفاجأنا، يعني احنا بلغنا انه الوحدات التدريبية هنا، بلغنا رئيس النادي، بلغنا الهيئة الإدارية، وكلهم طبعا موجودين حاليا. ملعب صلاح الدين ملعب الأساسي للنادي تعرض للأضرار، احنا كنا قبل نقيم بطولات يعني على أرض هاي المنتزه وعلى أرض الملعب لتخفيف الزخم، لان كثره الفرق يعني تخلينا انه نكثر الملاعب، فحاليا هسه عندنا فقط هاي المنتزه اللي تشوفه انت قدامك نقيم عليه اكثر اللعبات، والفرق يعني عددها كبير، فذاك الملعب يعني تعرض لحاله تخريب، ويعني هو كان منشاه حيويه تدري يعني يعني واساسيه لتدريب النادي، ويعني حتى تمارين النادي كانت يعني اكثرها هناك، هسه تعرض لهذا الملعب. الرياضه في محافظه صلاح الدين لم تنجو من الدمار الذي حل في الكثير من مجالات الحياه الاخرى بسبب احتلال داعش، لهذا عمد الرياضيون للجوء الى ملاعب غير نظامية لممارسة رياضاتهم، آملين من المسؤولين العمل على عودة سماع هازيج الجماهير وصافرة الحكم إلى ملعب صلاح الدين الرياضي. من تكريت لقناة صلاح الدين الفضائية.